السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة فنون الطبخ والجمال مع فايزة. اليوم جيت غادي نقدم لكم واحد الوصفة جميلة جدا اللي انا كتعجبني بزاف، اللي معروف بها المغرب ديالنا واللي المنطقة ديالنا حنايا معروفة بها، وكتكون اكثرية في فصل الشتاء، يعني في الوقيتة ديال الربيع اللي كنستعملوها بزاف، اللي هي الفول. فاش كيكون يلاه بدا كيكبر، يعني كيكون مازال طري مازال صغيور، الفول مشرمل. ماشي كلشي كيعرف هاد الوصفة، مي ان شاء الله نتمنى انه كلشي يذوقها حيتاش كتجي بنينة بزاف ورائعة. نبداو على بركة الله. كما كتشوفوا كناخذوا هاد الفول هذا اللي كيكون طري، كيكون يلاه يعني ما كبرش بزاف، ما كيكونش عاصي، كتكونش النوايه ديالو الداخل كبيره بزاف وقاصحه، كيكون القشره ديالو مازال طريه، يعني عاد يلاه بدا كيكبر. كما كتشوفوا معايا كيكون حتى اللون ديالو ما يكونش كحل، ما يكونش مضروب، ما يكونش يعني يكون مازال خضر، عطي ديك اللون ديالو. انا كما كتشوفوا معايا خديته قطعته كما كتشوفوا، خليت هذوك الحبات باش غادي نوريكم الطريقه اللي قطعتهم بها. كاين اللي كيبغي يقطعهم بالموس، كاين اللي كيبغي يقطعهم بيدو، مي انايا اختاريت هذه الطريقه، هذه كتجي سهله وكتهنيني دغيا دغيا، يعني ما كنستغرقش فيه وقت بزاف، كنقيه من الفوق ومن التحت وكنقطعو بها على هاد الطريفات هادو كما كتشوفوا معايا، طريفات صغيورين، وكنخليه باش غادي نبدا به ان شاء الله. بالنسبه لديك الجناب ديالو الا كانوا عنده قاصحين يمكننا نسيروهم نحيدوهم له، ما كانوش هذا راه ما كيجيوش مشنتفين، مع داك الا كان الفول يعني عاصي عاد باش كيجيو مشنتفين. المهم كنصوبو على الطريقه هذيك، كناخذو مكونات ديالو ساهلين بساطين، للزيت البلديه، القزبور انا خليته هكذا تنقطعو حداكم كما كتشوفوا معاي، العطريه ديالو كنحتاجو فيه بابريكا، الكمون، الملح يعني ملعقه صغيره من الحاجه، كنحتاجو فيه الثوم، يعني الثوم والقزبور والزيت البلديه، هادو اهم حوايج خاصهم يكونوا فيه. عندي هنايا واحد ثلاثه ديال الحارات انا عندي مرقدين مع الزيت، حتى هما غادي نستعملهم فيه. وكندوزو الفول بعد ما حتى كنقطعو عاد كنغسلوه، حيت ما يمكن ليناش نغسلوه هكذاك، حتى كنقطعو عاد كنغسلوه. كناخدو الاناء فاش غادي نغسلو الفول، كنديرو فيه ديك الفول ديالنا وكنغسلوه مزيان، اصلا هو كيكون نقي، يعني راكم عارفين غير جبناه من السوق ولا هذا، يعني ديك الاحتياط واجب وصافي. كناخدو طنجره فاش غادي نصوبوه، انا اختاريت هادي علاش، حيتاش هو كيكحل مثلا ناجر ولا هذا، نختاروا الطنجره ديال السليق اللي كنسلقوا فيها البطاطا ولا كنديروا فيها الماء سخون، وكنديروها كما كتشوفوا، كنديروا الفول يتبخر، وكنحاول نجيب واحد البلاستيك غذائي اللي كنغم به هذاك الفول، حيت هو طري راه الماكسيموم واحد ربع ساعه غادي يكون موجود، وكنغطيه وكنمشي نبدا الشرموله. كناخذ القزبور كما كتشوفوا معايا غادي نقطعو، انا اختاريت ما يكونش مطحون ولا القزبر هكذا كيجي حسن، يعني يكون مازال طري باش تكتشفوا اللوغو ديال ديك ديال هاد الوصفه، خص كلشي يكون طري. كندير القزبر وكندير عليه المكونات ديالي، كنحك هذاك الثوم وكنزيد عليه زيت الزيتون، كنضيف القياس ديالي، يعني ماشي شي كميه محدده، على حساب الفول نتوما وشحال غادي ديروا. انا بالنسبه ما عندي كيلو ديال الفول، كنضيف عليه ديك الحار، نتوما الى اختياري بغيتو تخليوه تلتلي تقدروا تخليوه، انا هادوك مثلا كيعجبني الحار ماشي مشكل. كنزيد عليهم السودانيه، هذه حتى هي اختياريه، داكشي علاش ما بينتهاش في المكونات، وكنديروا ديك الشرموله 5 دقائق، يعني غير تشد راسها شي شويه باش القزبر ديالنا ما يتحرقش مع ديك الثومه، كنخليهم يعني فيهم الفوائد ديالهم بين ما يوجد الفول، وعاد نضيفو عليهم ونديرو كلشي ديك الساعه. الفول بعد ما تبخر كما كتشوفوا طاب على هذه الطريقه، كناخذو ديك الفول وكنحاولو نمعسوه مزيان باش
باش ما كيبقاليش ما كيبقاش لينا هكاك عفوا، كما كتشوفوا معايا كيرجع على هذه الطريقه هذه. وكناخذوه وكنضيفوه على ديك الشرموله كما كتشوفوا، كنحاولوا اننا نضيفوه عليها كامل وكنخلطوا باش تدخل فيه ديك الشرموله. كنحاولوا نخلطوا مزيان من فوق النار، يعني تكون النار هادئه وحنايا كنخلطوا حتى كدخل فيه ديك الشرموله، وكنخليوه كما كتشوفوا حتى هو واحد الخمسة دقائق. وهذا هو الطبق النهائي ديالنا كما كتشوفوا كيف جا، كيجي لذيذ بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوا الوصفه ما غاديش تندموا، واللي ما عمره ما كلا هاد الاكله بصح يجربها غادي تعجبكم ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي وتدعموني بلايك وتفعيل الجرس. الى فيديو قادم الى وصفه اخرى ان شاء الله، وبصحه وراحه. الى فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.